السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضلا لا أمرا، الاشتراك في السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب هنكمل مع بعض، ماشي؟ بعتمد دايما ان احنا في مقدمة دايما بنقولها مش هننساها، بس نوضحها تاني. ان الاعجاب بالفيديو ده شرط اساسي انا بطلبه منك، ماشي؟ ممكن حد جديد اصلا بيشوفنا لاول مره اعذره لما يقول لك ايه، طب انا افرض الفيديو دوت مش عاجبني، خلاص مالكش دعوه ما تتفرجش عليه، تمام؟ بس لما بقول لك الكلام ده انا بقوله للناس القدام اللي معانا اللي عارفين شغلنا وعارفين احنا ما فيش نقطه بنسيبها، فلما بقول لك شرط اساسي عشان نعرف نوصل الفيديو دوت ايه لحد تاني. قلناها 100,000 مره ان اليوتيوب دوت مش مصدر رزق بالنسبه لنا، ما رجعناش تاني وشغلنا قناة تانية إلا على إلحاح من بعض الناس الطيبة اللي هي قالت لنا لا أنت كده إيه، يجب إن أنت ترجع، لأن كل حاجة كنت بتشرحها بنستفيد منها، إحنا فتحنا بيوت، إحنا عملنا وفتحت لنا باب رزق من الكلام اللي إحنا بنقوله، تمام. ده بس الكلام كده على الهامش. تعالى بقى نشوف حاجة. أنا طبعًا في حد بيبقى موجود معايا وإحنا إيه؟ وإحنا بنشرح الكلام ده، ففي نقط بتعترض عليه، في نقط بتبقى ايه يعني بتقف قدامه. فالنقط اللي بتقف قدامه ديت بتبان لي، فببدا اوضحها تاني. طب ايه وجه مساله يعني ايه اللي المبهم بالنسبه له اللي انت بتجمعه وبتطرحه والكلام زي كده؟ نكمل مع بعض. زي ما بقول لكم اللي اتقال لي ايه؟ اللي اتقال لي مساله ان انت بتجمع حاجات وبتطرح حاجات وبتقسم على حاجات، فدي بتلخبطنا. المساله محتاجه التكرار، الفيديو ده مش يتشاف مره واحده، ولذلك انا بقول لك ايه؟ الاساس في الكلام ده كله فيديو المقاسات اللي انا سايبه في صندوق الوصف، ماشي؟ هعيده تاني على فكره. هنزله واعيده تاني. هننزل الفيديو دوت ونعيده تاني، تمام؟ فمسألة بقى إيه؟ أنا محيط الصدر هنا، بص أنا بزود على إيه؟ بزود على الكتف، أدي واحد، بزود على محيط الصدر، أدي اتنين، بزود على محيط البطن، أدي تلاتة، محيط الأرداف أزود وما أزودش، حسب الخامة اللي أنا شغال بيها. كبيرة على محيط الأرداف إن أنا أزود أربعة، خلاص؟ لكن محيط الصدر ومحيط البطن 12، يبقى دي ثابت اهو معاك. ده كمان ديت المقاسات العاديه، لكن مقاسات الفري سايز انا وضحتها لك. انا وضحتها في ايه؟ في حاجه قبل كده. محيط الصدر ده كده المحيط كله، انا بشتغل يا جماعه على ربع، يعني لما اجي افرد ده كده يروح مديني الظهر كله. طب ما هو الظهر كله بيقابله صدر. يبقى كده المحيط كله، محيط الصدر كله، الظهر مع الصدر ده محيط الصدر كله. لكن انا قسمت كده على ايه؟ على اربعه، عشان انا شغال على ربع بس. نفهم الكلام ده كويس. انا شغال على ربع بس اهو. تمام؟ ولذلك انا بروح قايل لك ايه؟ محيط الصدر عندك 92، زودت عليه 6، لان الخامه هنا لكره. تمام؟ وقلت لك ان اهو اللكره ليها زيادات خاصه من 8 لكام؟ لصفر. يعني ايه؟ يعني الزياده عندك ممكن تبتدي من 0 لغايه 8 اقصى حاجه. ماشي؟ ماشي. هنا اهو خدت بقى المحيط بتاع الصدر اللي هو ال 96 ال 92 زائد ال 6 الزياده. الزياده ديت ايه؟ الزياده دي بتاعت ال 6 واقعه ما بين الزير وال 8. عشان ما حدش يستغرب كلمه ايه؟ ال 6 دي. بقت 98 على 4 ادتك 24.5. ده محيط الصدر. محيط البطن كان 80، زودت عليه نفس الستة، زودت عليه ايه؟ ادي محيط البطن معايا كان 80، زودت عليه نفس الستة بقى 86، رحت قسمه على الأربعة بقى زدتك كام؟ ها؟ ادتك 22، لا 21.5. حط لي دي كده في دايرة عشان دي اللي هشتغل عليها، وحط لي دي كده ال 24.5 دي في دايره عشان هي دي اللي انا هشتغل عليها.
الكتف بتزود عليه كام؟ الكتف بزود عليه 3، بس انا كتف اللي هو القماش العادي مش الليكرا، الليكرا ما بزودش على الكتف حاجه خالص. ليه؟ لان القم بيروح شادد الكتف فيجيب لي اي زياده، يجيب لي 3 سم زياده في الليكرا مهما كنت حاطط شداد في الكتف. نفهم الكلام ده كده كويس. ممكن تقول لي يعني ايه شداد؟ اقول لك استنى لما نقعد على المكنه تشوف يعني ايه شداد. اسمعها دلوقتي بس وحطها على جنب. تمام؟ كده انا وضحت لك كل حاجه. تمام؟ كده خلاص الصدر وخلصت ايه؟ قلت لك ظهر الايه؟ الكشمير. تعالى بقى نبص على ايه؟ انا دلوقتي هاجي اروح جاي. شايف القيمه دي؟ القيمه دي اللي انا مزودها هنا اهو اللي او ال 21 ونص ده هاخده على امتداده كده. بص كده المنظوره باينه عندك هنا كده، هاخده على امتداده كده 21 ونص. يعني كام؟ يعني كام 21 ونص؟ اضربها في 2 تديك ايه؟ تديك ال 43. اهي ال 43. المفروض بقى ايه؟ ان الصدر عندك وهو كده يروح نازل بالسبعه بتاعتك لغايه ما يوصل لغايه ال 23 هنا، ال 43 هنا، عشان هو الصدر هيجي عند منطقه ايه؟ لازم هيوصل لمنطقه الجنب. نفهم تاني، انا دلوقتي عشان هاجي اشتغل الظهر هاجي اول حاجه. بص يا سيدي، الظهر ده كان اهو، هاجي اروح جاي نازل بقى ايه الصدر والقلم ده وقف كده لغايه ما الاقي قلم احمر. هنا هو بقى ادي الصدر انا هشتغله بالاحمر ده عشان نبقى عارفين. انت كده طولت الصدر عن الظهر. اه بيطول بمقدار 2 سم ونص او 3 سم او سم، من سم ونص لكام؟ يعني زيادة القداماني ده عن الوراني من سنتي ونص لغاية كام؟ لغاية 3 سنتي. تمام. همد الكلام ده على استقامته لغاية ما ايه؟ ما يجي لعند ال 43 هنا. من هنا بقى اروح نازل بايه؟ بص معايا، نازل بنقطة دوت بقى ايه؟ الكروازيه بتاعي اهو. ينزل معايا لغايه فين؟ لغايه ما يتقابل، يعني اعتبر ثواني كده، اعتبر ان انا دلوقتي اهو مديت القماش كده على استقامته ماشي اهو، يبقى دوت هتمشي معايا وهتقابل هنا اقول عند نقطه ايه؟ ال 43 بتاعتي. اللي هي تبقى عند ايه؟ عند نقطه الجنب اللي هي اصلا بدات تشد منها الحزام. يبقى لازم ده يجي لغايه فين؟ لغاية الجنب هنا. تمام؟ لغاية الجنب هنا. يعني إيه؟ يعني بص يا سيدي، لو أنا رسمت لك الرسمة أهي. دي كده أهي، الجسم أهو. تمام؟ أدي الجسم بتاعه. ماشي؟ فين الظهر؟ الظهر اللي هو معمول بالأزرق ده. ادي الضهر. الصدر ده هيجي بقى كده يروح جاي هنا وماشي معايا لغايه هنا. كده ادي الصدر اللي هو جاي بنفس الكروازيه ده، اللي هو فين بقى في الطبيعه هنا؟ هو اهو. بص يا سيدي، ادي الصدر معاك. ماشي؟ مزود زياده الثانيه اللي هتيجي هنا. لان هو على نضيف من ايه؟ من بره اهو. يعني انا تانيها لك عشان تشوفها هتبقى عامله ازاي كده. يعني ايه؟ يعني اجيب ابره واسرغها وتشوفها. ماشي؟ بص يا سيدي، التانيه اللي انا بقول لك عليها. بص، مش احنا دي حاله الرقبه، لازم دي تخش عنها بمقدار السنتي ده كده. شايف السنتي ده اهو. كده.
دي تانية هتبقى ايه موجودة معايا بنفس الشكل ده كده. اوريها لك انا بس ايه هبتديها كده. كملها. ادي انا تنيت ايه الحرف اللي هو ايه ده كده ماشي. ما دي مش حته واحده دي حتتين. بص يا سيدي ادي حته وادي حته. بص بقى لما نيجي نروح عاملينهم كده اهو دي هتروح ماشيه كده ودي هتروح ايه ماشيه عكسها كده كده اللي هو ايه الكروازيه معاك اهو. دي قفلت على دي ودي قفلت على دي. يجي بقى الحزام يتركب فين؟ يتركب تحت هنا عشان يتربط ايه دي تروح لفه وجايه لك هنا. دي اهي هتروح لفه من على الظهر. ما هو ده كده القداماني صح. هتروح لفه من على الظهر وجايه لك هنا اهو. ودوت يروح لافف على الظهر وجاي لك هنا تاني عشان يعمل ايه الفيونكه اللي هي محطوطه هنا. يعني هي هتبقى ازاي؟ ادي الظهر معاك اهو. ادي ايه؟ الظهر معاك اهو. هيتقفل ازاي؟ هيتقفل كده عشان لما نقعد على المكنه ونشوف. هيتقفل ادي خياطه الجنب بتاعتك. اتخيط من هنا. تمام. وديت هاجي اروح جاي ادي خياطه الجنب اهي سايبها القيمه دي اهي. هاجي اروح دي مخيطه من هنا. بقى كده معايا ايه؟ البلوزه ظهر وصدر. ادي الصدر كروازيه على بعضه. شوف بقى لما اجي اروح شادد ده كده ها بدا يعمل ايه القصر اللي انت شفتها ماشي. القصر اللي انت ايه شفتها هناك وقلت لك القصر دي الشده دي هي اللي بتعملها. بدا يعمل ايه الدرابيهات اللي هي موجوده هنا اهي. تمام ماشي. دي حاجه. وهنا لما يتشد هو كمان اهو كده هيروح عامل ايه الدرابيهات اللي هي موجوده هنا ماشي. تمام. يبقى كده اهو دي كده البلوزه كامله صدر وظهر. عرفنا الظهر اتعمل ازاي والصدر انا وضحته لك اهو كده. تمام. لاحظت معايا حاجه ان الصدر اهو في حته فرق هنا. دي ايه اللي هي لما اجي اروح جاي مركب الكتفين دول على بعض كده ادي الفرق اللي موجود هنا اللي ايه؟ لان دي اتنضفت خلاص. دي المفروض هتتنضف زيها كده. تمام؟ كده بفضل الله عز وجل يبقى انا ايه؟ شرحت لك الظهر والصدر كاملين ان شاء الله. ماشي؟ هقص القمر ماشي؟ هي إيه كده في كام دقيقة معانا؟ كده هقص القمر دوت 13 ونص ماشي. القمر هنا هو هنقصه. القمر هيبقى قد ايه؟ القمر هيبقى متر ونص متر ونص. تمام. في عرض قد ايه؟ في عرض 8 في عرض 9 عشان يصفي لي على قد ايه. ما هو التسعة دي هتتقسم ايه كده اهو. بص يا سيدي يا القمر احنا مطلعينه هنا ثواني ادي ايه القمر. القمر اهو هيبقى كده هيتني منه جزئيه كده وهتتني منه جزئيه تاني كده. يبقى ده عرض القمر معاك. هو ده اللي هيقفل معاك ايه هنا اهو على قد الاثنين. والزيادات هتيجي على ايه على الجنب. مع ملاحظه حاجه ان في واحد هيلف كامل وواحد هيلف نص بس. لما قلت لك ايه واحد هتبقى زاويته هناك 360 واحد زاويته 180 ماشي. فاهم الكلام ده ولا لا؟ ماشي. هيبان لنا لما نقعد نشتغل لان انا هقفل لك البلوزه دي. وادي الكمام بتاعتك. الكمام بتاعتك اهي ماشي. تعالى بقى ارجو ان الشكل ده ها يبقى واضح له وبان لك كويس
ماشي. الشكل اللي احنا ايه شرحناه ده، ارجو ان الشكل ده يكون واضح لك كويس ماشي، وتفهم كويس قوي اهو، يعني كاني واقف وشرحه لك على سبوره وبدات اطبق لك عملي على الايه، على القماش نفسه ماشي اهو كده تمام. نبدا بقى نبص ايه على الكم معانا عشان يبقى كده البلوزه دي. انا لسه كمان ايه كماله الكشميو، كماله ايه الكشميو. طيب الكشميو اركنه على جنب، ادي الكم معاك اهو. الطول بتاعها كام بتاع الكم؟ 54 ماشي. هتاخده كام؟ هناخده 60. يبقى بنزود على الكم كام؟ 60. بنزود على الكم كام؟ 60 اهو، ادي الكم معاك ماشي. نعتبر ان انا معايا ادي 60 سنتي اشرح لك الكم بسرعه. عرض الكم كام معاك اللي احنا خدناه؟ ال 42 دي حدة الباط على كام؟ على 32. يعني الكم هيبقى وسعه كام؟ 16 اهو. هناخد جزئيه كده زياده عن ال 16 اهي، وادي الطول بتاع الكم معاك تمام. ادي كاني هاجي اروح جاي حاطط لك الكم جوه الايه؟ جوه الكلام دوت، ونشوف هنشرحه ازاي ماشي. باجي في مسافه هنا هنا بروح واخدها 16 سم. 16 لكام؟ 16 ل 14 او من ايه؟ من 14 ل 16 سم المسافه دي. ده كده وسع الكم اللي هو كان كام؟ 32. يعني كام؟ يعني هقول لك لغايه هنا كده 16 بتاع ده 16 اللي هي وسع الكم. ده كده وسع الكم. وباجي اروح جاي دي اعلى نقطه في الكم، ما انا معايا الطول اهو بتاع الكم. طب ارجع اروح موصل مع نقطه ال 16 اللي هنا دي كده ماشي. اصل دي 16 ودي 16 ما تلخبطكش، لان ده وسع الكم. ده ايه؟ وسع الكم. ال 16 اللي هنا دي، دي وسع الكم 16 سم، دي وسع الكم. لكن ال 16 سم دي اللي هو الصوت بتاع حادث الكم ماشي. اجي اروح جاي بقى واخد الخط ده كده 26 معايا، اروح جاي عند نقطه ال 13 كده وعرفها. دي بنسميها نقطه الايه؟ الاقلاب بتاعت الكم. دي ايه؟ نقطه الاقلاب بتاعت الكم تمام. يبقى انا خدت الخط دوت اللي هو المايل من نقطه الصفر لنقطه ال 16 دي اهو. واجي كمان اروح جاي مقسم الخط ده تاني، ده كام؟ 13. اروح واخد عند ال 6 ونص اهو. ودي كام؟ دي زيها 13 عند ال 6 ونص اهي. هنا اروح جاي طالع سنتي ونص. الكلام دوت يتفهم، الكلام دوت يتفهم. اروح طالع قد ايه؟ سنتي ونص. وهنا اروح نازل سنتي ونص كاني ما عملتش حاجه ماشي. سنتي ونص تمام. هنا بقى عندي نقطه 2 3 4 5، دي قلت لك اسمها نقطه ايه؟ نقطه الاقلاب. نقطة ايه؟ الاقلاب اللي الكم عندها بيجي يقلب من فوق لتحت. بص يا سيدي اجي اروح موصل بقى، ادي النقطة دي معروفة ايه عندي. بص اهي تمام كده، نص الحلة بتاعت الكم. واجي اروح جاي اعملها من تحت اهي. بص يا سيدي اهي دي حلة الكم اهي، جت منين؟ هو ده اللي انا قلت لك عليه، ان انا رحت واخد 16 صوت او 14، من 14 ل 16 تمام. يعني ممكن تاخدها في النص 15، ورحت مقسم اعلى نقطه في الكم اتعرفت اللي هو طول الكم، وال 16 دي اتعرفت اللي هي ايه. بص يا سيدي او جت منين؟
مش انا عندي الشكل الطبيعي اهو، دي حادثة الكمة وده طول الكمة، تمام؟ دي حادثة الباط اللي انا بقول لك عليها احنا بناخدها، اللي هي كانت عندي هنا 42. بص ادي اعلى نقطة ايه، ده طول الكمة، الكلام ده باين هنا، فده طول الكم اللي هو معاك كام؟ عامل 54، وزودت عليه 6 اللي هو ايه بتاع الثانية والكلام زي كده، 6 سم ثابت. طب هنا هو بقى ايه ال 16 دي؟ بص الحتة دي بتروح نازلة اهي، ده بقى ايه ال 16 هنا اهي، الحتة دي هتلاقي هنا اهوت ال 54 تروح لو انت خدت من تحت الباط لغايه هنا الرسغ، ما الايه ده هنا، تمام؟ وده الرسغ اللي هنا، ده الرسغ ده، فلو خدت من تحت الباط للنقطه دي هتلاقي ايه؟ ال 54 دي ناقص ال 16. الحته دي كده اللي هو تحت الباط، لكن هنا من اعلى الكتف هنا لغايه هنا. فعرفت الحته دي جت منين؟ اصل احنا ايه؟ قلت لك ان الخياطه ما فيهاش ايه؟ ان انا بخترع حاجه، انا معايا جسم وربنا خلقه لي وانا بلبسه. عرفت الحادثه جت منين؟ حادثه دي حادثه الوراني. الامامي اجي اروح جاي واخد ايه؟ سنت ونص مسروق على ما فيش، بص الاحمر دوت هو اللي هيعمل لك حادثه الامامي. السنت ونص اللي انت طلعت، بص اهو كده. ادي حادث الايه؟ الامان. لان هو دي برضو الوضع الطبيعي اللي ربنا خلقنا عليه. لان الزياده دي بص الزياده ده اهي اللي هي فرق ما بين حادث الامام والوراني، هي اللي بتديني حريه الحركه بتاع الكم من ورا عشان اعرف احرك ايدي ما تقطعش مني. هو ده. تمام؟ الوسع من هنا اهوت انا هاخد استك. على الاقل هنا اهوت هيبقى في حدود 16. لان هو بادئ من 16 يبقى انا واخده 16 برضه تحت. تمام؟ وهركب فيه ايه؟ الاستيك، واظن اصلا احنا لسه عاملين فيديو ازاي ان احنا بنركب الاستيك. شايف الكم اهو من غير اي حاجه؟ ها الحرده راكبه على الحرده اهي بالظبط. الحرده راكبه على الحرده اهي بالظبط. وادي الكم هنا من الاستيك بتاعي ركبته، وديت زياده الخياطه بتاعت الايه؟ يعني انا خدت هنا هو 16 اهي. تمام؟ وهوصل ايه؟ معايا كم بنفس ايه الوضع كده. وديت الزياده بتاعت الخياطه اللي موجوده معايا. ارجو من الله عز وجل ان انتوا تكونوا ايه؟ قدرتوا توصل اي معلومه تقدروا تستفيدوا منها. ماشي؟ الدلع الخير كفاعله، ده الاصل الاصيل اللي احنا بنينا عليه قناتنا وقناتنا. ما تنساناش من صالح الدعاء، الدعاء بظاهر الغيب، الاعجاب بالفيديو. شرط اساسي بطلوب من الله. واخر حاجه اقولها لحضراتكم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بعد اذن حضراتكم احنا هنقف لغايه هنا على اساس ان الفيديو ما يطولش مننا ويبقى فيه تشعب في المساله نفسها، وهنكمل في الفيديو اللي جاي هنكمل على المكان اللي احنا وقفنا فيه بالظبط ان شاء الله. يعني هربط لكم ما بين الاثنين وبعض، بس على اساس ايه؟ ان كم المعلومات اللي انت بتبقى واخدها في فيديو واحد لو تراكمت على بعضيها هتبص تلاقي ان انا ايه مش قادر استوعب اي شيء. فنكمل ان شاء الله في الفيديو الجاي. ما تنسناش من صالح الدعاء، الدعاء بظاهر الغيب، الاعجاب بالفيديو شرط اساسي بيكون من حضراتكم على اساس نقدر نوصله لاكبر عدد من الناس تقدر تستفيد منه زي ما حضرتك وحضرتك استفدتم منه ان شاء الله. الدلع على الخير كفاعل، ده الاصل الاصيل اللي احنا بنينا عليه قناتنا وقناتكم. الاشتراك في القناه، الاشتراك في الصفحات، الاشتراك في القناه البديله، الدلع على الخير كفاعله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.